صادم باص مدرسة أنت. مختار يعني ما صدم أي شيء، مختار يعني محدد شيء معين عشان يدعمه. لا صحيح زمان بس بالغلط. أي أكيد أشوى. ترى احنا يعني انا سكت وانا صغير، يمكن كان عمري 16 15، بالذات اللي في الباص يبدو لي انه ايه. وانا تاثرت اكثر من الباص ومن اللي فيه، انا اللي يعني جات الدعمه فيني فعلا. مش مش الموتر اللي كان معك؟ كان معي هاي لوكس نظام الشباب من اول. وش صار بعدها؟ الباص كبير طبعا. ف انا اللي تاثرت للأمانة. انا ما اذكر الا اني اسمع صياح الطالبات اللي في الباص. طالبات ايه. ما اذكر الا اسمع صياحهم، مع ان ما فيهم شيء ولا جاهم شيء، والباص ما جاه شيء. السايق هو اللي جاء طلعني من السياره، انا سيارتي كلها راحت اللي من قدام، فهو اللي جاء طلعني. ما اذكر الا اني اسمع اصواتهم وكذا، وكان معصب. كان جامده شويه. ايه انا متوقع، انا اللي طالع في وجيههم يعني. غلط علي 100%. الحمد لله ربي نجاك. الحمد لله. اشترك الآن وتعالوا نشوف جديد رمضان مع المجد، مع باقة من العروض المميزة والحصرية. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.